مهتمية أكتر بالبيت، تهتمي أكتر إن ما تبقاش فيه هفوة، الأكل، النظافة، ولا الموضوع جه إن أنتوا بتتعاونوا مع بعض، مين يطبخ؟ في الأول خالص أنا بتكلم في ايوه أوائل. في الاوائل. والله هي بتبقى رضا من عند الله سبحانه وتعالى انه احنا متوافقين، واحنا خدنا بعض على حب يعني انا وحماده، فبيبقى توافق يعني في كل الامور تقريبا، بتبقى يعني اهدافنا واحده. هو كمان دايما عنده طموح يعني دايما، وولادي كلهم انا دايما نقول كلنا العيله كده عندها طموحات يعني. حازم هو بيلعب كنت دايما اقول له لازم تبقى احسن لاعب، مش بس تاخد احسن هاف والحاجات دي، لا احسن لاعب في مصر وخدها كذا مره، حماده حضرتك خد احسن سافرت معلق معاه وهكذا. كمان لما هو حب يحترف بره، حضرتك سافرت معاه عشان تدعميه وتقويه. سافرنا بس مش في ايطاليا بقى، رحنا في هولندا نساندو، لان انا فعلا ندمت ان انا ما روحتش في البدايه، كان صغير الحقيقه، كان مفروض اروح معاه بس كان ظروف عملي صعبه يعني، لكن رحنا معاه في هولندا وكان فعلا بيلعب والجمهور كان بيحبه جدا وبيغنوا له برضه زي هنا كده في مصر، كان ما شاء الله جميل حزومه يعني. واشرف نفس الشيء، اشرف كابتن طيار كبير وما شاء الله واصل لمركز اشرف جميل. بنمس عليك عشان انا قلت قلت الشريف، معلش شريف انا وانا قلت اشرف، وانا اعرف اشرف شخصية جميلة جدا. فهو ايضا ناجح ما شاء الله في عمله، فاحنا دايما العيله فيها طموح دايما انه نبقى مش عايزه اقول الافضل ولكن للاحسن يعني. طب اشرف وشريف قبل ما يتجوزوا، قبل ما اشرف وحازم اشرف وحازم، اشرف وحازم، عمرك اتمنيتي يبقى عندك بنوتة؟ انا كنت قبل ما هم يتجوزوا. قبل ما يتجوزوا طبعا كنت هموت على بنت، كنت هتموتي على هموت بنت؟ على بنوته، طب جالك وليك احفاد بقى بنات؟ عشان جالي ولدين وجالي قبلهم ولد بس ربنا افتكره بدري يعني، فكان عندي كأني 3 ولاد ولاد. بقى، فكنت هموت على بنوته. فلما جه حازم حتى انا كنت اشتريت كل، ما كانش اياميه بقى لسه في اللي في بيشوف السونار وكده والسونار ولا، اشتريت لبس بنات. فاشتريت كل اللبس بينك 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 انها بنت يعني بالعافيه بنت كده. ما ولدت سالتهم بقى جبت ايه، قالوا لي ولد، قلت لا 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 مش معقول، رحت نايمه تاني انا جايبه بنت، انا عارفه جايبه بنت. ففضلت ملبساه شهرين كده بينك والله، لغايه والدي بقى الله يرحمه كان شديد جدا، قال لي ايه كلام الفارغ ده، ما جاي عاد يعني بيزورني، قال لي ايه الكلام الفارغ ده، شيلي اللبس ده لبسيه عادي. فكان نفسي يعني بنوته، ربنا بقى رزقني رزقك بالأحفاد بنات. بست طيب حفيدات، ست الله حفيدات أمرات، بنات يا أمرات وحضرتك ربيتي 2 ولاد، يا. ايه الفرق بين تربية الولاد وتربية البنات؟ وخاصة احنا قبل فقرة حضرتك كنا بنتكلم على فكرة لأ، نقولها ازاي سمعتها انا. وامتى. هو بس اقول حاجة بقى، انه حفيدتي جابت لنا ولد بقى كمان ما شاء الله غيرت الله ما شاء الله. فالروحة بقى، جابت لنا عمر بقى كميل بقى هو لعبتنا دلوقتي. يعني كابتن حازم دلوقتي جد لا جد مش جد جد، لا مش جد، اشرف اللي جد، اشرف اللي جد واشرف مش كده. مصدق نفسه انه جد طبعا طبعا لانه اتجوز الايام صغير، جريت بسرعة. فجميل يعني هو ومراته بقى. انا ما ربيتش البنات طبعا، انا تربيت اهلهم، لكن ايوه بس شوفي الاختلاف ايه بين شفت البنت طبعا والولد. اختلاف يعني. طبعا الاولاد بيبقوا اصعب شوية طبعا، البنات اهدى في تربيتهم، بس انا عن نفسي ما تعبتش مع ولادي، الاتنين كانوا ما شاء الله متربيين حلو يعني، طالعين لوالدهم بقى مش عايزه اقول لوالدتهم. ففعلا لما يعني في الاسره التنشئه بياخدوها منين، من الاب والام ومن الجد، فهم شايفين العيله يعني مع ما بعض. لسه حازم واشرف بيروحوا الماما يقعدوا في اوقات لوحدكم